السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى انا جايبه لكم وصفه رائعه، اسهل تورته في العالم بجد، زي ما العنوان كده بيقول. ليه؟ عشان هي مش هتقطعيها بقى، لازم تبقى الطبقات متساويه، ولازم يبقى 3 طبقات متساويه، يبقى فيهم الكريمه، الكريمه تبوظ منك، الحشوه ما تبقاش حلوه. لا خالص، مش هتفكري في كده ابدا، هتبقى الحشوه منها فيها، يعني التورته جواها الشاربه صوص كده، يبقى طعمه حلو جدا وبجد مختلف خالص عن اي تورته ممكن تكونوا هتعملوها، ودي هتغنيكوا عن اي تورته ومش هتبطلوا تعملوها لو جربتوها. تعالوا مع بعض بقى نشوف المقادير والطريقه. اول حاجه معايا في المقادير 3 بيضات، معاهم كيسين فانيليا او الفانيليا السائله تبقى معلقه صغيره منها، السكر معايا 150 جرام سكر، يعني نص كوباية ومليانة على اخرها كده، فيها قبة كده، ده معناه 150 جرام، عشان بس تبقى المقادير مظبوطة. اللبن 100 ملي لبن، 100 ملي لبن يعني نص كوباية بس، عشان انا حاطة نص كوباية فيها سكر بس، دي نص كوباية بالظبط. الدقيق بقى معايا 170 جرام دقيق، 170 جرام دقيق انا لسه هعايره بالكوبايات عشان اقول لكم، بس انا حطيته في الطبق كده ووزنته 170 جرام، عشان برضو تبقى المقادير مظبوطة جدا. الكيك شيف، كيك شيف ممكن يبقى نص الكيس او معلقه كبيره من البيكنج باودر. تمام، معايا بقى الكاكاو الخام، الكاكاو الخام مش محلى، حوالي 2 معلقة كبار ممسوحين من الكاكاو بس كده. دي المقادير بتاعه الكيكه، مقادير بسيطه جدا. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا مشغله الفرن اول حاجه، من قبل ما ابدا اشغل الفرن، ومن اسرار نجاح الكيك وعشان يستوي كويس ويترفع وما يهبطش، او اي معجنات عموما، عند عين الفرن كده بنحط حلة او اي حاجة احنا مش بنبقى محتاجينها، بنحط فيها مية. مع تسوية الفرن او مع يعني حرارة الفرن فوق، المية دي هتغلي، تمام، فبتطلع لي بخار. البخار ده بيعمل ايه؟ بيخلي الكيكة تبقى منفوشة، ما تهبطش، تستوي كويس جدا. الكلام ده برضو مع المعجنات، فانا عاملة كده دلوقتي. هعمل ايه برضو؟ خلاص الفرن متشغل، هعمل ايه؟ هحط البيض، هضربه مع السكر الاتنين مع بعض كده في بولة، ممكن طبعا يبقى في الخلاط، ممكن مضرب كهرباء، ممكن مضرب يدوي، اي حاجة الكيك بيستحمل، يعني اي حاجة معاه، اي اداة معاه، المهم ان هما يتضربوا مع بعض. انا حطيت البيض اهو مع الفانيليا، افك بس البيض كده بالمضرب كده، وبعدين احط السكر عليه. احط بقى كده السكر دلوقتي، انا ضربت البيض مع السكر اول لحد ما بقى بالشكل ده كده، ما خدش 2 دقيقة بالظبط. الخلاط برضو نعمل نفس الحكايه كده لحد ما يبقى القوام كده، وبرضو بالمضرب اليدوي نعمل كده لحد ما يبقى البيض مع السكر لونه كده وبالشكل ده كده. خلاص هعمل ايه دلوقتي؟ الدقيق معايا اهو، مش هحط اللبن الاول، لا هحط الدقيق، هنخله الاول واحطه مع البيض والسكر واضربهم مع بعض. انا عيرت الدقيق، طلع حوالي 1.25 كوباية. انا دخلتهم خلاص، اعمل ايه بقى؟ قبل ما ندخلهم وقبل ما اعمل اي حاجه، لازم اضيف حوالي 1/4 معلقة صغيرة كده ملح، رشه ملح بسيطه على الدقيق، بتديه طعم حلو جدا، بتدي الكيكه طعم حلو قوي. نضرب بقى، بصوا القوام بقى تقيل ازاي. نحط بقى 2 معلقة الكاكاو، وبرده ندخلهم ونحطهم على الكيكه، واهم حاجه الكاكاو يبقى غامق كده، لان في انواع، في كاكاو بيبقى فاتح، في حتى اللي مش محلى، اللي مش محلى في منه كاكاو فاتح وفي كاكاو غامق، الغامق بيبقى افضل بكتير. بصوا انا عشان ده غامق قوي ومر جدا، انا احط منه 1 معلقة بس كبيره، انما اللي افتح شويه احط منه 2 معلقة، فانا احط 1 معلقة صغيرة كده، واحط 1 معلقة صغيرة كمان كده، واضرب مع بعضه. بعد ما الكيك بقى قوامه تقيل قوي كده، نحط بقى اللبن. عايز اقول لكم على حاجه بس، عشان الخلاط مش هينفع فيه الطريقه دي، احنا بنحط اللبن الاول قبل الدقيق، اللبن الاول بيتخلط مع البيض مع السكر، وبعدين بنحط الدقيق، عشان بس ما يحصلش اي مشكله في الخلاط. بس لو مضرب يدوي او مضرب اللي هو الكهربا ده، بنحط الدقيق زي ما عملنا كده بالظبط. نحط بقى دلوقتي اللبن كده ونضرب. اخر حاجه بقى بنحطها نص باكو كيك شيف او 2 معلقة كبيرة بيكنج باودر، بنخلها كده، تمام كده، اه كده نصه تمام، انخلها خلاص، واضرب برضو مع اللبن مع كل حاجه كده. خلاص الكيك جاهز معايا. انا محضره بقى حله، وهقول لكم ليه حله، عشان انا عايزه تبقى حاجه عمقها عامل كده، عمقها طويل قوي كده،
او عميقه يعني. في برضو على فكره في حلل بس من غير ايدين ولا حاجه، الحلل اللي هي بتتباع للكيكات العاليه قوي، لو لقيتوها هاتوها، بتبقى حلوه جدا وبتنفع في حاجات كتير. بس ما فيش خلاص يبقى حله. عملت ايه؟ دهنتها زيت، دهنتها دهنه كويسه، وكمان دهنت من تحت واحط ورقه زبده عشان يبقى مضمون يعني ان الكيكه ما تلزقش، واحط برضو الزيت تحت ورقه الزبده عشان ورقه الزبده نفسها تثبت. تمام، احط بقى دلوقتي خليط الكيك. انا عايزه اوريكم برضو الخليط عامل ازاي. خلاص حطيت كل خليط الكيك في الحلة. الحلة دي مقاس ممكن نقول مقاس 22 او 24، يعني مش ازيد من كده، بس لو 22 بيبقى افضل كتير. هدخلها بقى الفرن دلوقتي وهتاخد حوالي 45 دقيقة. بصوا كده دي كده الكيكة بعد 45 دقيقة بالظبط. حطينا الخل بتاعت السنان دي لانها طلعت نظيفة، هوريكم دلوقتي اهو. تمام كده، اسيب بقى الفرن يعني متوارد كده بشوية واطفيه. خلاص انا طفيته، اسيبه بقى كده عشان ما تهبطش. بصوا الكيكة بتاعتنا اهي بعد ما طلعتها من الفرن، انا سبت الباب متوارب كده حوالي بس 10 دقايق عشان ما تهبطش. طلعتها على عادي الرخامة، اسيبها بقى تهدى خالص، ولما تهدى ادخلها التلاجة، عايزاها تبقى باردة تماما. بصوا ازاي هي مستوية، مفيش حتة نازلة ولا طالعة، كله سوا واحد. ليه؟ عشان الحلة اللي حطينا فيها مية. هي فايدتها كمان انها بتخلي الكيكة مستوية زي ما احنا شايفين كده. تبرد بقى خالص ونحطها في التلاجة. حطينا الكيكة في التلاجة عشان تبرد تماما. معايا بقى مقادير الدريسنج. هي الدريسنج عبارة عن ايه؟ الدريسنج هيبقى حاجة سايلة هتبقى منها في الكيكة، يعني مش هيبقى بقى زي الكريم جانتيه مثلا عشان نظبطه او كده يبقى صعب. لا، هي مقادير هتبقى طعمها حلو جدا بس هتبقى سايلة، فالكيكة هتشربها يبقى طعم الكيك نفسه من الدريسنج، يعني هتبقى حاجة مختلفة خالص. معايا اول حاجة 600 مللي لبن. 600 مللي لبن يعني 3 كوبايات الا ربع. هو اللبن كده لان انا كنت حاطة مكانه شوكولاتة، مش متعكر ولا حاجة يعني. السكر، السكر ده 100 جرام سكر يعني نص كوباية سكر. الزبدة 125 جرام زبدة، زبدة طرية، زبدة أي حاجة مش مشكلة، المهم إنها تبقى 125 جرام زبدة، يعني بص نص كوباية بس مليان لآخره قد إيه وفي قبة كده. ده عبارة عن إيه؟ ده 100 جرام بندق مطحون، يعني أنا جبت البندق وطحنته ولقيته 100 جرام، يعني 100 جرام كوباية، كوباية بالظبط يبقى 100 جرام. ده هيدي طعم حلو جدا للدريسنج، ومش هنحتاج ان احنا نقطع مثلا بندق جوه الكيكه نفسها او عين جمل او لوز، زي ما احنا يعني متعودين ان احنا ممكن ناكل التورته فيها مكسرات. لا، ده هيبقى منها فيها برضو كده، هيدي طعم حلو جدا للدريسنج. دي حوالي 100 جرام شوكولاته خام عادي، شوكولاته اللي هي بتاعه الطبخ. هي مكعب كده يعني، اللي ما عندوش الميزان هي بتبقى مكعب كده. كيس واحد فانيليا. هنعمل ايه بقى؟ عايزه احط كل الكلام ده كده على النار. اول حاجه بنحطها في بوله، اللبن معاها السكر على النار كده، بنتاكد ان السكر دايب مع اللبن، هو دقيقه بس مش اكتر من كده. احط بقى الشوكولاته، بصوا انا قطعتها صغير عشان تسيح بسرعه وما تتحرقش. بعد ما حطينا الشوكولاته وساحت كده، نحط بقى الزبده. حطينا الزبدة اهو، خلاص نفضل بقى نقلبها كده لحد ما تسيح، واول ما تسيح خالص نحط البندق المحطوط. بعد ما الزبدة دابت خلاص كده بالشكل ده، نحط بقى البندق كده ونقلب. نسيبها على النار بس دقيقة واحدة، بعد الدقيقة بطفي وبحط اخر حاجة الفانيليا. انا خلاص كده حطيت الكيكة في الصينية وشلتها من الحلة، في الاطراف كده فككتها بسكينة وقلبتها اتقلبت على طول. عايزة بقى دلوقتي اعمل ايه؟ عايزه اقسمها على 3. بصوا انا حطيت اول طبقه عملتها اهو في الكيكه اهي، حطيتها في نفس الحله اللي عملت فيها، وعندي اهو الدريسنج السخن جدا ولازم يبقى سخن كده، والكيكه ساقعه قوي. هعمل ايه بقى؟ هروح حاطه كده. تمام، فلما يبقى الدريسنج سخن والكيكه ساقعه فالكيكه تبتدي تشرب كل الصوص. تمام كده، بحط بقى كميه قد ايه؟ بحط كميه كبيره لان الجزء الاكبر من الدريسنج هيتحط في المرحله دي. تمام كده، كده كويس جدا. نحط بقى الطبقه التانية بتاعت الكيكه.
حطينا الطبقة التانية بتاعة الكيكة اهو، نحط برضو من الدريسنج ده كده كمية، بس كمية اقل من اول كمية. واخر حاجة بقى بنحطها الطبقة الاخرانية دي، احطها كده خلاص، واحط برضو عليها باقي الصوص بالشكل ده كده تمام. اسيبها بقى في التلاجة يعني ليلة، لازم يوم كامل 24 ساعة، مش اقل من كده، لو اكتر يبقى طبعا افضل. اوريكم شكلها برضو قبل ما تدخل التلاجة، هتبقى بشكلها عامل كده. قبل ما تدخل التلاجة لازم احط عليها فويل عشان كل البخار بتاع الصوص الكيكة تشرب. خلاص كده التورتة بتاعتنا دخلت التلاجة يوم كامل. نحضر بقى الجليز او التغطية اللي فوق الكيكة نفسها اللي هنغطيها بيها، معايا بالجرامات وبالكوبايات زي ما اتعودنا. الجرام 75 جرام زبدة طرية، اي حاجة كده كده هنسيحها، يبقى 75 جرام زبدة، 150 جرام شوكولاتة مطبخ. الزبدة عبارة عن ايه، بصوا نص كوباية كده بس مش مليانة، والشوكولاتة المطبخ بعد ما قطعتها كده صغير يعني خدت كوباية بس برضو مش مليانة على اخرها تمام. ودي حاجات كده بس للزينة. معايا كمان للجليز 2 معلقة كبار من الزيت ومعلقتين كبار مية بس كده. الزبدة اهي خلاص ساحت، يا دوب بس تسيح، افضل اضغط عليها كده عشان تسيح. احط بقى الشوكولاتة تبقى قطع كده عشان تسهل معايا انها تدوب وما تتحرقش، يعني بصوا ابتدت انها تدوب من غير ما تتحرق. بعد ما الشوكولاتة دابت كده خالص اهو، وطي النار عشان ما تتحرقش، احط بقى 2 معلقة زيت. بعد ما حطينا الزيت وقلبنا، بصوا ابتدت انها تلمع ازاي، نحط بقى 2 كبار مية كده، معلقة كمان، ونقلب ونبقى كده جهزنا الليس ونطفي. بعد ما حطيت المية وقلبت على طول، طفيت النار على الجليز او الصوص اللي هنغطي بيه التورتة، وحطيته على الرخامة بس عقبال ما اجيب التورتة من التلاجة. اهي التورتة طلعتها من التلاجة، نشوفها بقى كده من جوه عاملة ازاي، وهل الكيكة شربت كل الصوص ولا لا. احنا زي ما قلت لكم سبناها يوم كامل، مش قادرة اقول لكم ريحتها حلوة قد ايه. اهو بصوا مفيش اي اثر للصوص او الدريسنج اللي احنا حطيناه جوه. لو مقاس 22 يبقى حلو جدا واحلى كتير، هتطلع لكم بقى التورته تبقى اعلى، وكمان مقاس 18 يعني كل ما تصغروا في الحله يطلع احلى. والعمق اهم حاجه، ان يبقى الحله تبقى عميقه تمام. فهعمل ايه دلوقتي، بس هفككها كده من الجناب وهنقلها على اي طبق. بصوا بقى كده الجمال ده، على فكرة انا فككتها من الجنب بسكينة كده عادية، حاجة بسيطة، وخبطت عليها خبطتين على الحلة من تحت، وطلعت بصوا طلعت ازاي، حلوة جدا وسهلة قوي قوي. هعمل ايه بقى، هنزل عليها على طول كده الليز اللي عملناه مع بعض، هنزله بقى كده عليها. عايزة اوريكم قوامه عامل ازاي، بصوا اهو كده هو بقى هينزل لوحده اهو كده. انا حطيت الجليز عليها او اسمها جلستها بكل الصوص اللي عندي، كل الكمية، كان كل شوية لما بحط شوية وبلاقيه بس مسك نفسه او نشف على الكيكة اقوم حاطه تاني، وهكذا لحد ما خلصت كل الكمية وبقى بالشكل ده كده. ممكن ادخلها التلاجة بس 15 دقايق كده، مش اكتر من كده، وبعدين اخرجها ازينها. وده بيكون شكل التورتة بتاعتنا كده اهو. بعد ما زيناها هقول لكم بالظبط انا عملت ايه وزينتها ازاي. مبدئيا بحط الجليز ازاي، او الصوص اللي فوق التورته بحطه ازاي، زي ما شفتوا كده حطيته الاول واتاكدت ان الجناب كلها بقت خلاص متغطيه كويس وتمام. في اي بقى بواقي او زوايد هنا بقوم شايلاها كده بالمعلقه وحطها تاني في نفس الطبق بتاع الجليز، وارجع يعني بعد ثانيه واحده بس ان الطبقه الاولانيه تنشف وتاخد الوضع بتاعها والكيك نفسه يشربها، بقوم حاطه طبقه تانيه بس في النص كده بالمعلقة الصغيرة بس كده، امشيها على الطبقة اللي في النص يعني، ما نزلهاش في الجناب، امشيها بس كده واظبطها وتمام. ثانيتين كمان واقوم حاطه، لو في كمية جليز تانية يعني اقوم حطاها برضو، وهكذا امشيها بالمعلقة الصغيرة عشان تطلع متساوية وحلوة كده. ما تكتفوش مثلا انتوا حطيتوا او صبيتوا اول مرة والجناب كلها تمام وخلاص ترموا الباقي او تشيلوه، لا انتوا تستنوا ثانيتين ما بين انكم تحطوا كل مرة والتانية، هيبقى افضل بكتير انكم تحطوا اول مره وخلاص، هيديكوا طبقه اسمك واحلى بكتير من انكم تحطوا مره وخلاص. بعد ما حطيت بقى بالشكل اللي قلت لكم عليه ده كذا طبقه كده، وما بين كل طبقه والطبقه
ثانيتين بس عشان الطبقة تنشف، سبتها 3 دقايق او 2 دقايق بره التلاجة عشان اعرف ازينها، هو بس عشان الزبدة اللي جوه الجليز او الصوص دوت تمسك نفسها والصوص يبقى جامد ويبقى طبقة جامدة عشان اقدر احط الكريم شانتيه عليها، لانه لو حطيته وهي سايلة كده ممكن يختلط بالكريم شانتيه ومش هيبقى شكله حلو. فانا دلوقتي عملت ايه، ضربت كريم شانتيه وعملت كده وردات اثبت بيها الشوكولاتة دي كده، وتلات وردات هنا، وعملت الفلوتس دي كده تمام زي ما انتوا شايفين. البسكويت ده بقى حطيته ازاي، ده بسكويت عادي اللي هو بتاع بسكو مصر اللي يعني معروف جدا، والباكو الواحد بجنيه ونص يعني، ده ارخص حاجة ومدي شكل حلو جدا. ده الصينية كفت 3 باكو. عشان اثبتها عملت ايه، خدت لو تلاحظوا اهو في كريم جانتيه جوه، خدت بس حتة كريم جانتيه وثبتها كده تمام. او ممكن على فكرة تثبتوها من غير الكريم جانتيه دوت وتقوموا رابطينها بشريطة كده هتبقى برضو ثابتة، بس يعني لو من غير شريطة، لو مش حابين موضوع الشريطة دوت فنقدر ان احنا نثبتها بالكريم جانتيه كده، او شوية شوكولاتة مثلا، شوية شوكولاتة كده سايحة برضو بتثبت، اي حاجة بتثبت بيها تمام. هقطعها بقى كده من النص وهوريها لكم. بصوا كده بعد ما قطعت حتة كده منها، بصوا شكلها حلو قوي ازاي، يعني انتوا فاكرين طبعا هي كانت كيكة عاملة ازاي، هي كانت تقريبا نص العلو ده، ما كانتش بالحجم ده ابدا تمام. عشان كده الكيكة قاسية، الكيكة فيها دقيق اكتر من اللبن، عايزاها قاسية قوي كده عشان تقدر تشرب كمية الدريسنج او الصوص اللي احنا حطيناه. لو كانت مثلا كيكة عادية، كيكة طرية، لا مش هينفع ابدا يعني. عشان كده برضو ما قلتلكوش ان انتوا ممكن تقدروا تعملوا كيكة بالمقادير اللي انتوا بتحبوها، الكيكة اللي انتوا بتحبوها. لا ما ينفعش، لان ممكن تطلع طرية جدا، فهتبقى طرية بزيادة قوي على الصوص انها تشربه، مش هتشربه اساسا، او ممكن تشربه بطريقة ما هتخليها معجنة ومش هتبقى حلوة. فالمقادير دي بالظبط للتورتة دي، مش لأي حاجة تانية تمام. فبصوا اهي، عايزه برضه لما اقطعها كده اوريها لكم. بصوا زي ما قلت لكم كده ان طبقه الجليز اللي فوق دي عامله طبقه كويسه، زي ما قلت لكم برضه ان احنا بنحطها كذا مره، يعني مش مره واحده بس، لا كذا مره تمام. عايزه برضه اقول لكم على حاجه، انا دايما وانا باكل التورته دي بحس بطعم البندق المجروش كده، او البندق المفتت كده، جد طعم حلو جدا. ممكن تستغنوا عن الخطوه دي، يعني ممكن ما تحطوش البندق دوت، يعني مش هيعمل حاجه في المقادير ولا حاجه، بس بيدي طعم حلو جدا. عايزه بقى اوريكم كده وهي بتتقطع ازاي، وطريه قد ايه، بصوا طريه جدا. عاوزه برضه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انا ليه قلت لكم عايزين نحطها في حله او اي حاجه ليها عمق كبير كده، عشان لما اجي احط الدريسنج بتاعها، الدريسنج ده محتاج ان الكيكه تبقى في حاجه عميقه عشان ما يطلعش بره تمام. فعشان كده قلت لكم لازم تبقى حاجة عميقة. ان شاء الله تجربوا طريقة التورتة دي وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم ايه، وبالهنا والشفا.